للأسف النهاردة رجعنا نسفنا خطوة للوراء، أنا وجهة نظري يعني بدون سبب، وإن كان حتى الحجة ممكن تبقى الإجهاد أو الخوف أكثر من اللازم على اللاعبين علشان ما يتعوروش. كل ده طبعا كلام نقبله وكلام واقعي، لأن إحنا عندنا بطولة مهمة جدا جدا مفيش شك، بطولة الكونفدرالية والنهائي، ماتشين مهمين مع نهضة بركان. لكن أنا وجهة نظري إن في ماتشات تكسب ولا تلعب، فماتش النهارده كان ممكن ينطبق عليه هذه المقوله، وانا شايف ان المباراه ما كانتش بالصعوبه دي قوي، احنا اللي صعبنا المباراه على نفسنا. اولا لو بدات مع حضراتكم بالتشكيل، ان انت بتنزل طبعا كان مستر جوميز فقدر ان هو يعني ينزل لعيبه كتير، ساعات بتبقى جاي من بعيد قوي، انا مش معترض ان يبقى في روتيشن، بالعكس ده الذكاء ان يبقى في روتيشن او تدوير للاعبين، والذكاء ان انا اقدر اوزع المجهود على كل العدد اللعيبه اللي موجوده معايا عشان سباق الموسم طويل في كل البطولات، فمن مصلحتي ان انا اوزع الجهد على كل اللاعبين. وطبعا مساله التوقيتات المناسبه دي وامتى والحرفنه في دي، طبعا دي بتبقى لعبه، ومدير فني يكون يعني جيد انه يقدر يلعبها بشكل مميز من غير ما ياثر على اداء الفريق، ويا سلام كمان لو من غير ياثر على نتائج الفريق. هو الفكره ان انت ممكن تقبل ده على مستوى ان انت بطوله الدوري مثلا دلوقتي الحالي ممكن تقدر تلحق فيها بعض الشيء شويه شويه، رغم ان انا شايف ان احنا متاخرين فيها كتير وكانت فرصه، لكن هو شايف طبعا واحنا كلنا شايفين ان البطوله الاهم دايما بتبدا في الاهم، فالمهم ان ماتشين الكونفدراليه بالنسبه لنا ممكن تكون مش عايز اسميهم حياه او موت، لكن بالنسبه لنا هو انقاذ الموسم باقل خساره، وعلى الاقل تضمن بطوله في ايدك. فالحسبة دي خلتنا ان احنا النهارده صعبنا المباراه على نفسنا، وزائد انك لما في اول المباراه اللي فاتت مباراه الدوري اللي فاتت طبعا قدام البنك الاهلي، لما يتعور منك في الشوط الاول اول نص ساعه مصطفى شلبي ولا مصطفى الزناري قبليه بعد 15 دقيقه، طبعا ممكن ده يلخبط اي مدير فني ويخليه يعني يترعب. انا يمكن بستخدم المعنى بتاع كلمة يعني يخاف بشدة او يترعب من باقي الاصابات، لانه هو عارف انه مقبل على مباراتين جامدين، واحنا عندنا طبعا في افريقيا في عدد لاعبين غايبين زي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر، فكمان لو اتحطيت عليهم الزناري ومصطفى شلبي فلا قدر الله لو وقع منك 2-3 لعيبه كمان يبقى انت في مشكله كبيره جدا جدا جدا. فالراجل طبعا كان يعني خوف شديد جدا ان هو عايز بقى يحافظ حتى على ما تبقى من اللاعبين، سواء عمر جابر، زيزو، المسلوسي، فتوح تحديدا، ففضل ان هو يعني يريحهم، وان هم اللعيبه دي اعلن مباشره ان هم مجهدين، ودونجا كمان ما بداش، فطبعا دور خماسي مهم جدا، مهم مهم جدا، ده العمود الفقري للفريق، فالراجل حسبها بالطريقه دي. ممكن يكون منطقيا، بس انا شايفه هو بيعملها كده كان ممكن يسهل المباراه نوعا ما، يعني حتى يجيب ناس ما كانتش بعيد قوي، يجيب ناس اكثر انسجاما شويه مع بعض. لكن انا النهارده ما الاداء مش مقنع، يعني الواحد ممكن يقول مثلا مش عايز اقول كلمه هارد لاك والحاجات دي كلها، ده كله وارد في كره القدم، لكن الاداء مش مقنع. انا شايف ان الفريق ده ودايما باكد الكلمه دي، فريق الزمالك ده يطلع منه افضل من كده، حتى لو انت مش في حالتك بس يطلع منه افضل من كده. القماشه اللي موجوده تقدر تنوع فيها بشكل كبير، عدد اللعيبه الحريفه اللي موجوده تخليك يبقى عندك اكتر من طريقه واكتر من حل واكتر من اكتر من حيله تقدر تحل بيها المواقف الصعبه في المباريات، لان سواء لاعبين تملك حلول فرديه او سواء لاعبين تملك ثنائيات حتى بفكره الموهبه والاي كونتاكت والفتره اللي لعبوها، يعني ممكن تكون مش طويله قوي لكن يقدروا يعملوا الحلول دي. لكن الحقيقه انا ما شفتش الحلول دي كتير النهارده، وبالاضافه كمان يدخل فيك هدف يعني في الماتش فيصعب عليك المباراه، ومن وقفه دفاعيه ممكن تكون خاطئه وساذجه كرويا، فدي كلها طبعا بتبقى ملهاش لازمه. انا اللي مضايقني ان انت رجعت نفسك خطوات خطوه بس لورا ما كانش ليها لازمه، كان الفريق في الطالع، فانت بتكسر رتم المكسب بدون داعي وبدون يعني سبب مقنع. الحقيقه عارف ان لازم نريح لاعبين، ويمكن الراجل ممكن لو تعدى الماتش ده 100 مره ممكن يفكر بنفس الطريقه، وممكن نقول ان لا الحفاظ على اللاعبين كان اولى والوقايه اهم، لان الماتشين اللي جايين صعبين جدا جدا جدا. بس انا مصر ان التعامل مع مباراه النهارده كمباراه كانت ممكن برضو تبقى فيها نوع من الافضل من كده، مباراه اللي هي تكسب ولا تلعب، فكان لازم نشوف طريقه ما نخلص بيها القصه دي.